ابي ادي ابي ادي هذا تحذير مني موجه لكل من وقف في طريق تصنع ان واقف معي وتصنع ان صديقي كل همه المصلحة يبي يوصل للشهرة بهالاسلوب الغبي على بال النبي ينفع لما يسمع اني شاعر يقوم يرفع السماعة ويدق على كل الشباب في اقل من ربع ساعة يقولهم يا شباب ما تدرون وش الجديد عندي فضيحة العبادي بتنزل في الحضيض مسكين الظاهر نسينا عبادي هذا اللي يتكلم عنه له مكانة في قلوب الكثير الكثير انا بسوي تغيير وهالتغيير ما جاء الا من بعد التفكير التغيير الاول انا راح اهينكم وبقطع علاقتي مع كل واحد فيكم بعتبركم حشرات يعني يوم تتكلموا عني كل كلامكم يعتبر تفاهات التغيير الثاني لا شوف واحد منكم قدامي لان ساعتها ما راح اكون مسؤول عن كلامي لو هنت كرامته ونزلتها في الارض بتكون الاهانة فرض على مثل هذه الاشكال لا تهاون لا تعاطف لا رحمة مع الاندار ابي ادي واي المر عليك هذا النيك لما تتعامل معي اعرف شلي لي وشلي لك لما اكون مو بالساحة لا تحط في بالك اني مختفي ومداري على اللي بيصير هناك انا تابع من بعيد واعرف كل شيء جديد واللي يلعب بذيله بتربصنا بالتأكيد يعني لا يجي واحد يسوق على راس الذكاء ياخذ مقلب انه ذكي وعنده صفة الدهاء هذا يسمونه غباء لما تجي تبى تسوقها على واحد فاهم الزنا واكثر منك وخابزها خبز من الالف للياء عين باء الف دال ياء هالرابر حطه في بالك زين وبدك تنساه عمك عبادي اذا جنب بيتكم جاء اطلع بيتكم لا تسوي قوه وتتحدى ما بي اسب ما بي افلت لساني عليكم يا عيال الكلب تراني مروق وما ودي اشعل الساعه حرب لو شعلتها او ولعتها ساعتها مالكم عذر لاني قلتها هذا مجرد تحذير لا اكثر ولا اقل ولو اتطور الوضع ما بيكون بيدي حل غير اني بهين كل واحد فيكم بسوي اللي ما يرضيكم بخليكم تقولوا يوم تشوفوني يا دورة هل هل تتوقعوا سكوتي خوف او اني مو راضي اصف مع كلاشينكوف كل ما في الموضوع اني قاعد انتظر ذاك الحقير وبالتسجيلات الصوتية اللي بيها صار معروف بشوف وش نهايتها واخرتها معه ما حد للحين فيكم من انتبه لا فن لا اسلوب لا اداء ولا شيء شهرتها بالتسجيلات الصوتية اللي علي انشهر على حسابي وكل الخليج يعلم بالتسجيلات مو بالراب لانه بالراب ما يفهم يدق ويسجل هذا هو حده لكن بالراب احمر والراب مو قده والله شوف اقول لك كان عبادي لكن اليوم الرابرز عموما ما يمثل السعوديين واذا كان فيه رابرز يعني فراس رابر فراس يعني ان يقول كلام او انه هذا ما حد يمثل ما حد ابدا يمثل السعوديه واللي حياخذه على راسه هو ما حياخذه على راس الجمهور السعودي اوكي صحيح وهذا هو صراحه ظاهر ما في اي رابر يمثل السعوديه مين الخنزير اللي يقول ما في احد يمثل الراب السعوديه يعني لازم الحين افتح الكتاب وابين كل اللي فيه اللي حضرتك ناسيه عن المؤسس للراب السعودي اللي تكلمت عليه 5 سنوات لي بالراب السعودي الوحيد بالساحه عانت في بداية مشواري وما حسيت براحة ومع ذلك كملت ولا في لحظة فكرت اهتم للحساد اللي حولي عشان كذا انشهر ولا في يوم انكرت استاذ اللي وقف معاي دوامة اللي لولاه ما كان الحين هذا مستواي وعلى سالفة البلوتوث لا تكون يا حلو نسيت انك انشهرت بي بعد ما على كلاش رديت من اللي عرف الخليجيين انه في راب سعودي يوم كنت حضرة جنابك ما تعرف وشو يعني راب عبادي بعدك متذكرني ولا نسيت العيش والملح وما عاد تفتكرني وبالنسبة للأجنبي الثاني مرفوع عنا القلم عمري ما اهتمت لي كلامه أو سبب لي ألم أبي الراس الكبيرة اللي قاعد أتحرك هالسويتش الغبي في منطقة جدا خطيرة منطقة السعوديين لا تستهين فيها ولا بكتم عن خشمك الكبير الأكسجين فيفا سطار وفيفا جوماي وفيفا عيال الغربية وفيفا وكر العصفور فيفا كل ربرية السعودية